مساء الخير. هنبدا الحلقه بسؤال: لو حد اهله وحشين بيتصرفوا معاه تصرفات وحشه او تصرفات غلط، بيهنوه بيضربوه، هل من حقه ساعتها ان هو يعاملهم باسلوب وحش؟ طب لو هي بنت؟ نور بطل القصه حقيقيه النهارده بعتت تقول لنا: اكتشفت ان اسلوبي الغلط جاب نتيجه مع اهلي، بس اللي حصل معاها بعد كده كان صعب قوي. تفتكروا حصل ايه؟ تعالوا نسمع القصه من اولها ونشوف نور بعتت تقول لنا ايه. اسمي نور وعندي 30 سنه. حكايتي بدات من بعد ما والدتي اتوفت. كان عمري وقتها 13 سنه. فقدت بموتها أكتر إنسانة حنين علي. أنا كنت آخر العنقود، كنت دلعتها، بس الغريب إنه حتى وهي عايشة رغم إني كنت مرتاحة جدا في وجودها كنت دايما بجيب موس وأفضل أشرح نفسي. كنت بستمتع بالإحساس ده قوي. لما ماما كانت تشوف علامات التشريح على إيدي تسألني إيه اللي عمل فيكي كده، كنت بقول لها دي القطة خربشتني. هي كانت بتصدقني، لكن بابا كان دايما بيسافر. لما كان بينزل أجازة كنا بنشيل الهم، لأنه كان دايما بيضرب ماما. كان بيضربني أنا وأخويا اللي أكبر مني بخمس سنين. المهم ماما توفت من هنا، وبابا اتجوز بعدها بشهر، وأنا دخلت في حالة نفسية وحشة وقعدت لمدة كبيرة قافلة على نفسي، ما بكلمش حد، حتى دراستي سبتها. وشفت مع مرات بابايا أسود أيام حياتي. كانت ست ظلمه ومفتريه. لما كنت اشتكي لابويا كان بيجي معاها عليا، كنت اخاف ارد او اخد حقي. واشتكيت لعمامي كان بيقول لهم دي بنتي ومحدش يتدخل. لما اخويا للاسف اتلم على شله فاسده بقى يشرب مخدرات، حالنا كله اتغير. ابويا ما كانش يعرف، بس انا شفت السجاير والمخدرات في الدرج بتاعه. شويه بشويه بقيت حاسة أنه ما عنديش سند. كل حاجة بتفرحني كانت ممنوعة. ممنوع أخرج، ممنوع صحباتي يزوروني، حتى تليفوني أبويا واخده مني. كان دايما يقول البنات بتبوظ بعض وأنا خايف عليكي. كان هو ومراته يقعدوا في أوضتهم مع بعض يحضروا الأكل ويأكلوا لوحدهم ويسيبوني قاعدة في أوضتي لوحدي كأني مش موجودة. عدت الأيام، وصلت لسن ال 17 سنة. أخويا سافر بر وسابني لوحدي، وتعلمت لما كبرت إن الأدب والسكوت والخوف بيضيعوا حقي. لحد ما ابتديت أتمرد وأعاند وأرد على الكلمة بعشرين كلمة، خصوصا قصاد مرات أبويا. أما أبويا يتدخل ويجي في صفها كنت بقل أدبي عليه. اكتشفت إن الشدة وأسلوبي الغلط بيجيبوا نتيجة. صحيح كنت بتضرب واتعجن، ومرة بابايا طفى السيجارة في وشي، بس برضو كنت باخد حقي. حوشت وجبت تليفون من وراه، خليت بنت جارتي هي اللي تجيبهولي، وأول ما أبويا يخرج أتصل بيها نتكلم ونهزر. وبالليل بعد ما ينام كنت بسرق منه السجاير وأقفل أوضتي وأفضل أشرب، وبعد ما أشرب ألسع جسمي بالسجاير. كنت بحس إحساس بيريحني قوي لما كنت بعمل كده. عملت أكاونت فيك على الفيسبوك، كنت بكلم شباب وبس، بس عمري ما بعت لهم صور ولا فيديو، آخري مكالمات وخلاص. كنت جعانة للحب والحنية والاهتمام، ما لقيتش المشاعر دي غير في عالم الفيسبوك. أنا الحمد لله شكلي حلو، اتقدم لي عرسان كتير جداً، بس كنت برفض عشان كنت بحس ان ابويا عايز يخلص مني وخلاص. لحد ما في يوم اتعلقت بابن الجيران، كان ولد متدين ومؤدب ودخل البيت من بابه واتقدم لي، بس ابويا رفض عشان كان في خلاف بينه وبين اهله، والموضوع دخل في عند بين الطرفين. بس احنا فضلنا نحب بعض ست سنين، كان عندنا فيهم امل اننا هنتجوز في الآخر. كان كل فترة يتقدم لي، فضل يحاول كتير لحد ما فقدنا الأمل وراح خطب. وأبويا
اختار لي عريس غني واهله اغنياء جدا، بصراحه ابويا جهزني احسن جهاز، واتجوزت بعد الخطوبه 3 شهور وسكنت في بيت عيله، بس جوزي كان وحيد اهله، كان ابن امه جدا، كان بخيل قوي. بدات الاحظ بعد الجواز ان حماتي بتتدخل في كل كبيره وصغيره في حياتنا، وليها الكلمه الاولى والاخيره علينا. مره صحيت من النوم على صوت كركبه، لقيت حماتي عندي في الشقه بتفتش في المطبخ وبتقول لي اصل كنت عايزه ملح، اتاري معاها نسخه من المفتاح. ولما تعبت جدا من الطريقه دي ورجعت بيت اهلي، ابويا قال لي انا مش قد الناس دي، وارضي بنصيبك واستحملي. وفضلت في مشاكل كتيره قوي لحد ما لجأت لعمتي اللي خدتني اعيش عندها وساعدتني اني ارفع قضيه خلع وخلعت جوزي. وعشت عند عمتي سنة، بابا ما فكرش فيها يسأل عليا ولو بتليفون. بعدها اتعرفت على ابن خالة ماما، كان عايش في محافظة تانية، كان جاي في شغل وراجع تاني. اتعرفت عليه وأخد رقمي واتكلمنا، وبسرعة ارتحنا لبعض، وقال لي إنه عايز بعد العدة يكلم بابا ويتقدم لي. لما حكيت لبابا قال لي لأ مش موافق، الشخص ده مش هيريحك. انا بفهم في الناس، قلت له هو انت اصلا دورك ايه في حياتي؟ انت بهدلتني ودمرتني وانا جيت لك عشان الاصول بس. وبعدها كلمت الشخص ده وحكيت له على كل اللي حصل، واتفقنا اني اسافر له عشان الفلوس اللي معاه على قد المأذون. طلعت على القطر ومشيت، وانا في نص الطريق اتصلت بعمتي وحكيت لها، فزعلت مني وقالت لي من النهاردة أنا ماليش بنت أخ. وصلت لقيته مستنيني، كتبنا الكتاب وروحت على بيتي. الحقيقة كنت فرحانة جدا لأني والأول مرة أخد قرار لوحدي وأكون قوية. كنا متفقين من البداية أني هتجوز من غير جهاز، لأن جهازي أخده طليقي وهو وافق، وكان عنده شقة تمليك بس ما فيهاش غير تلاجة وبوتاجاز وسرير. قلت واحدة واحدة ربنا هيكرمنا. جوزي الجديد كان أكبر مني ب7 سنين، مطلق برضو. وأول ما اتجوزنا اتصل بأبوي وقال له أنا اتجوزت بنتك، بابا قاطعني هو كمان. بعد فترة عرفت أن بابا تعبان جدا، اتصلت بيه، واحدة واحدة العلاقة رجعت طبيعية تاني. بس المصيبة أني اكتشفت أن جوزي طلع أقسى من بابا بكتير، طلع إنسان صعب معقد عصبي قوي، ودايما يصطاد الاخطاء، مش طايق لي كلمه، لو حصلت مشكله عاديه يسمعني كلام صعب واهانه. مره ضربني وجارتي جت على الصوت لما قالت له استهدى بالله يا ابني، ولو مراتك ضايقتك اشتكيها لاهلها. طب بلاش تضربها. قام قال لها هي دي ليها حد؟ دي مالهاش راجل. انا بقول لك اهو قدامها، لو ليها راجل خليها تتصل بيه. وانا راسي بقت في الارض، ما بقتش عارفه ارد اقول ايه. ما هو انا اللي رخصت نفسي، وكل مشكله بيعايرني لانه عندي مشكله في الخلفه. يقول لي اللي زيك المفروض ما يبقاش ليها حس، ده انت حتى الخلفه مش عارفه تخلي فيها زي باقي الستات. ده غير انه قدام اهله ياما قال لي انت نحس وقدمك فقر، لحد ما انا صدقت. دايما ماسك الموبايل مديني ظهره، ممكن يقعد بالشهر ما يحصلش بينا علاقه، لحد ما اكتشفت ان هو بيشوف فيديوهات لبنات مش تمام على الانترنت، وهو تقريبا كان مكتفي بكده. حتى لو حصلت علاقه بحس انها تاديه واجب. ساعات بيكون طيب وكريم جدا جدا معايا رغم ان ظروفنا مش قوي، ساعات بيقولي انا ظلمك معايا، بس انا ربنا خلقني كده. ما بعرفش اعبر واقول كلام حلو او كلام حب، مش انتي بتاكلي وتشربي وبشوف طلباتك. وساعات يقلب عليا لحد ما اهملت في نفسي، طالما كده كده انت مش شايفني بقيت مضطره اعيش عشان ده اختياري وغلطتي. ماليش مكان تاني اروحه، بقيت تجيلي حاله نفسيه وافضل اصرخ، ضربات قلبي بتزيد وافتكر ان انا اتعميت. مع الوقت بطلت اسكت
بقيت برد عليه، تبعت اسلوب زمان اللي كنت بعمله مع ابويا لما قلت ان الغلط ساعات بيجي بنتيجه. الحاجه الوحيده اللي بتريحني انه عندي موهبه الرسم، برسم واكتب كل اللي مضايقني، بحس ان كده ارتحت. وفي اخر رسالتي عايزه اقول لك انه بابا بقى قاعد على كرسي، اقسم بالله بدعيله، بتصل بيه كل يوم اطمن عليه واقول له راضي عني، قال لي بدعيلك في صلاتي وسامحيني انتي كمان. والحمد لله انا متسامحه جدا وبقيت اصلي وبعرف ربنا، عمري ما اغضب ربنا رغم احتياجي العاطفي. بالنسبه لاخويا فهو توفى للاسف من زمان، بس مش عارف هل دي الحياه اللي المفروض اعيشها واكمل كده ولا اعمل ايه. لحد هنا وخلصت الرسالة يا نور. تحسوها مسلسل صح؟ حسيت اني محتارة، قاعدين نقرا القصة كذا مرة، ما بين ان انا زعلانة منك طبعا وزعلانة عليكي قوي يا حبيبتي. بقيت بسأل كده، طب انتي جانية ولا مجني عليها؟ طب المفروض تعملي ايه مع باباكي وجوزك؟ اسئلة كتيرة قوي. هل فعلا العند وقلة الأدب والطريقة الوحشة ورد الكلمة بعشرة بيجيب نتيجة ولا لأ؟